مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي في دورة الربع النهائي من كأس تونس. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل التعليق بالزر على كل شرائح القناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب الذي سوف يستقبل هذه المباراة ملعب استاد أولمبي الحماد العقربي براديس. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 12:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 13:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 14:30 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقد المباراة، قناة الكاس اتش دي واحد الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا الدعم لبيك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الرسالة كل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.